دلوقتي هيبقى معانا عبر زوم الناقدة الفنية دعاء حلمي. دعاء، مساء الخير عليكي، ويعني عايزين نعرف كده تقييمك للإنتاج الدرامي في 2023، وتقييمك كمان للسوق الدرامي كان عامل إزاي؟ هل كان متنوع؟ هل شمل كل القضايا اللي بتهم البيوت المصرية؟ غير صور معينة كانت موجودة قبل كده في الدراما؟ احكي لنا أكتر عن رأيك. مساء الخير عليكم جميعا، مساء الخير استاذه هدير. الحقيقه ان زي ما حضرتك بتقولي، فكره التنوع اللي احنا بقالنا اكتر من سنه، الحقيقه يعني بقالنا على مدار اكتر من سيزون، ده متحقق بشكل كبير. بينما بنروح لقضايا مختلفه، بنروح للوكيشنز مختلفه، بنروح لموضوعات مختلفه. الحقيقه هو ده اللي اخيرا بقينا بنعمله يعني الفتره دي لصناع الدراما كلهم، لانهم فهموا ان مين التارجت اودينس بتاعنا هو الست المصريه، فلازم ارضائها. فعشان كده اغلب القضايا بتلاقيها اجتماعيه، اغلب القضايا بتدور حوالين الست المصريه حتى لو ما كانتش هي البطله، بس هي صانعه ومحركه للاحداث. يعني مش زي من 5 6 سنين كده كنا بنلاقي المواضيع تحس ان هي اغلبها اكشن، اغلبها بتدور عنف، في موضوعات مش بتاعتنا. اغلبها يمكن كان عنف. وانت بتتكلمي عن الست المصريه، طبعا نفتكر تحت الوصايه، واللي يمكن يعني اتبسط منه كل الناس مش بس الست المصريه، لانه كان بيمس قضيه مهمه جدا بالنسبه للمجتمع المصري كله. ده حقيقي بالظبط، ده من اكتر المسلسلات اللي مست الناس بشكل كبير جدا، برغم ان هو كان 15 حلقه بس. وده بيقول لنا ان مفيش حاجه اسمها ان عدد الحلقات تبقى حكم او فيصل في جوده العمل. ممكن يبقى 5 حلقات، ممكن يبقى حلقه واحده، بس في الاخر قد ايه تبقى مؤثره، زي ما كنا بنشوف زمان السهرات الدراميه. فبالتالي حكايه عدد الحلقات دي ملهاش اي علاقه بمدى نجاح وايصال المسلسل للجمهور المستهدف بتاعه. يعني طيب دعاء، احنا استمتعنا بمسلسلات كتير كانت 15 حلقة، واحنا اعتقد خلاص التحضير للموسم الرمضاني اللي جاي ابتدى. شايفة انه ده ممكن يستمر في نجاحه، ومسألة المسلسلات ال 15 حلقة اللي احنا بنشوف ان هي يعني بتبقى بتوصل الفكرة بطريقة لطيفة جدا، وما المسلسل ما بيبقاش طويل، وهل ده ليه علاقة بدخول المنصات في المنافسة ولا ايه؟ ده حقيقي، لان المنصات فرضت الشكل ده. منصات التواصل الاجتماعي عموما، انت لما بتلاقي فيديو اكبر من 3 دقائق او 5 دقائق ما تقدريش تستحملي، وكأن منصات التواصل الاجتماعي اثرت على القدره الاستيعابيه وقدره احتمال الشخص لان هو يقعد يتفرج على مسلسل 30 حلقه او 40 حلقه. لكن ال 15 حلقه او ال 10 حلقات ده الشكل الجديد اللي فرضته وسائل التكنولوجيا الحديثه. في ناس كمان بتنزل بتداونلود المسلسل عشان تتفرج عليه ورا بعضه، فما بقاش فكره نستنى الحلقه. يبقى اذا التكنولوجي فرضت نفسها على صناع الدراما ان هم يتطوعوا ويروحوا لها، فبالتالي بقينا اقرب للجمهور اكتر. وعشان كده الناس بقت بتروح اميل اسرع اكتر لفكره المسلسلات القصيره الحلقات يعني. وده حصل في رمضان اللي فات، كان تقريبا عندنا 4 مسلسلات او 6 مسلسلات كانوا 15 حلقه. السنه الجايه هنشوف ده. اما شركه كبيره زي شركه العدل جروب مثلا، انها تقرر السنه الجايه ان نجم كبير زي يحيى الفخراني هيشتغل 15 حلقه، ده كنا مستحيل نشوفه ان نجم يقبل انه يبقى 15 حلقه بس، وشركه كبيره كمان تطرح نفسها في معادله دراميه 15 حلقه فقط. فبالتالي ما بقيناش بنلهث قوي فكره على عدد الحلقات الكبير. بس هو المهم بقى، هل النجوم الكبار، لانه للاسف انتاجيا بقى صعب ان انت تجيب نجم كبير يعمل 15 حلقه لانه بياخد نفس الاجر او ممكن يقل حاجه بسيطه، فده بقى مرهق انتاجيا بالنسبه لشركات الانتاج. فعشان كده بقى بيروحوا لنجوم الصف الثاني او شباب جداد، زي ما شفنا مثلا في مسلسل بالطو، مسلسل ريفو، بيحاولوا يخلقوا جيل جديد من النجوم عشان يقدروا يقبلوا بالشكل الجديد اللي فرضته علينا وسائل التواصل او التكنولوجيا. يعني طب معلش، هي معادلة ال 15 حلقة دي صعبة في ايه على نجم كبير انه يحققها؟ هل ده انه بيبقى عايز نفس مرهق الاجر؟ اكتر؟ طيب لا خالص، بالعكس ده اريح له كتير، لكن هو عايز نفس الاجر اللي بياخده هو 30 حلقة. فبالتالي انا كشركة انتاج ما اقدرش اعمل ده، لان مش هيجي لي الاعلانات اللي تغطي لي اللي في ال 15 حلقة دول. فبالتالي بقيت صعب اروح لنجم كبير لانه بيقول لك انا عايز اجري، انا مش دعوة هو 15 هو 10، انا اجري زي ما هو. وهي دي الاشكالية اللي كانوا اتعمل بسببها اتحاد المنتجين، فكرة ان نكسر التابو بتاع النجوم اللي بيملوا شروطهم، اللي شوية بيتحكموا في شكل العملية الانتاجية، في شكل الدراما. لان بره لما بتتفرجي على اي مسلسل زي سكواد جيم او بريكنج باد، انت ما بتعرفيش مين النجوم، ما بتعرفيش مين اسم البطل، انت المحتوى هو اللي بيخليكي تروحي تتفرجي على اعمال ممكن تبقيش فاهمه لغتها، بس المحتوى غطى وخرج بره الاطار بتاع الدوله اللي هو انتجته، يعني بقى عالمي. فبالتالي فكره اسطوره النجم دي لازم تتكسر، لان ما فيش صناعه قائمه على نجوم
اثبتت فشلها في هوليوود، فبقينا بقى نشوف الافلام العالميه الكبيره بتبقى لابطال شباب جداد. المهم الفيصل هو جوده العمل بغض النظر مين النجم. إذا ده تغيير في قوانين يعني السوق الدرامي بشكل كبير، واعتماد على الشباب، وأعتقد ده أثبت نجاحه في مسلسلات زي بالطو وريفو وأنت كنت بتتكلمي عنهم، ونجحوا بشكل كبير يا دعاء. ده حقيقي. واخرهم مثلا مسلسل زي ما الناس قالوا ان هم بيحبوا يتفرجوا عليه. بتختلفي او تتفقي على الجوده الانتاجيه او الجوده الفنيه للعمل بحكم ان احنا نقول لا اصله في مشكلات كذا، اصلا ما كانش يبقى 30 حلقه كلها تفاصيل، لكن في النهايه الشباب بيفرضوا نفسهم. كمان بدات تشوفي ده في السينما، الشباب الجداد بقوا موجودين بشكل كبير. احنا في حاله او في وقت فيه تيرنينج بوينت، تغيير وشيفت كده بيحصل، زي زمان اسماعيليه رايح جاي لما جه قلب المعادله للنجوم الشباب وقتها هنيدي واحمد السقا وكريم عبد العزيز والناس دي. دلوقتي كمان بيحصل ده، بيحصل بنسلم الرايه، النجوم الكبار دول خلاص يعني مش هيقدروا يعملوا الادوار بتاعت تين ايجرز مثلا او شباب الجامعه، ودلوقتي حالا بيحصل الشيفتنج ده. فاحنا بنشهد لحظه فارقه تاريخيه ما بين الشكل التقليدي للوسائط الفنيه يعني تكنولوجي او للشكل الاقرب للشباب. المنصات كمان كانت يمكن كل الناس تقريبا بقت بتتفرج على المنصات، معظم الناس وخصوصا الشباب، ويمكن ده اللي بيخلي المواضيع اللي بتتناولها الاعمال اللي بتتعرض على المنصات بتهمهم بشكل كبير، بيستهدفوا الشباب. وعشان كده بتلاحظي ان المسلسلات الدراميه اللي بتتقدم على شاشه التلفزيون بتبقى مقدمه للست المصريه، لكن المسلسلات اللي بتقدم على المنصات بتكون مقدمه للشباب. عشان كده بتبقى فيها هامش الحريه اكتر، هامش الجراه اكتر، انتاجيا بتبقى اقل انتاجيا طبعا بسبب حكايه عدد الحلقات، وبسبب ان هي بطبيعه الحال ان هي ابطالها شباب، فبالتالي البادجت بتبقى قليله، اللوكيشنز بتبقى قليله. فبالتالي مثلا في مسلسل بلطو هتلاقيه داير في مستشفى، مسلسل زيرهم داير في مستشفى، يعني كل اللوكيشنز تحسي انها محدوده شويه عشان ايه نلم الميزانيه يعني. دعاء، شايفة ايه القصص اللي ما تمش يعني تناولها او اعطائها حقها في 2023 في الدراما؟ لا احنا لسه مفتقدين قوي العنصر التاريخي. صحيح شفنا رسالة الإمام، لكن طامحين وطامعين أكتر في إن احنا نروح لتاريخنا الفرعوني، نروح لتاريخنا الإسلامي. محتاجين ده جدا، الناس متعطشة لده، فأتوقع وأتعشم يعني إن احنا نروح للمنطقة دي. صعوبة الإنتاج التاريخي من وجهة نظرك إيه، وإيه اللي بيسبب إنه بيكون في قلة أو ندرة في الأعمال دي؟ هل إنه إنتاجها بيحتاج لمبالغ ضخمة جدا لتنفيذ هذه الأعمال؟ مش بس انت كتابة، الكتابة عندنا أزمة فيها. انت ما عندكيش عبد السلام أمين تاني اللي يكتب لك المنطقة التاريخية دي، ولا محفوظ عبد الرحمن، ولا في أسامي كبيرة كانت ماسكة الملف التاريخي، كان قضيتها وكان همها الخاص. لكن دلوقتي الكتاب أغلبهم من أجيال حديثة، فبالتالي ما بيقروش في الكتاب في التاريخ بشكل كبير، فبالتالي مش من اهتماماتهم، فبالتالي الأوتبوت اللي هيخرج منهم هيبقى هيخرج هزيل وضعيف. فبالتالي أنت عندك أزمة كتابة، لأن طبيعة الحال كل إناء ينضح بما فيه، فبما إن الكاتب مش دي اهتماماته فمش هتاخدي منه تاريخي. الحاجه الثانيه انتاجيا بقى مكلف بشكل كبير جدا، وللاسف احنا سايبين المساحه دي بقالنا كتير جدا، مسلمناها للدراما السوريه لفتره، وبعدين حاليا الدراما التركيه طاغيه بشكل كبير جدا. الدراما طب التاريخيه دعاء، شفتي ازاي سلاح للدوله. المعادلات الفنيه في تحويل الروايات زي بين السماء والارض لنجيب محفوظ، وشفنا سيره الباتع يوسف ادريس، وتحويلها بشكل مشوق وجذاب للجمهور بشكل كبير، شفت التجارب دي ازاي؟ مضمونة العواقب، لأن فكرة إن أنا أخش المسلسل أصور وأنا معايا 5 حلقات بس دي كانت كارثة. لكن فكرة إن أنا آخد من الرواية، أنا في النهاية واخدة بداية وسط ونهاية عارفة، فبالتالي بقى عندي الكاتب عين تانية بتشوف الحكاية من زاوية تانية، فبالتالي قيمة مضافة للعمل. فأنا شايفة إن فكرة الرواية يا ريت، إحنا كنا بنطالب ده بقالنا فترة طويلة، إن يا جماعة طالما عندنا أزمة في فكرة إن إحنا يلا بينا نخش بسرعة ويلا بينا 5 حلقات وإحنا مش عارفين نهاية العمل، وكل ممثل مش عارف دوره بيخلص إمتى ولا تطوره فين، وده كله بيخل بالعملية الإبداعية، فبالتالي لا نروح للروايات. ده مأمونة الجانب، بس يكون كمان في تقيد ان تبقى القيمه المضافه دي بتاعت الكاتب تبقى كمان بتثري العمل، مش بتاخد من رصيده اللي كان موجود عند الجمهور. فبالتالي يا ريت يعني لو اتعمل صح، وده حصل في حالات كتير زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، يا ريت طبعا نكمل فيه.
دعاء، من وجهة نظرك ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الدراما المصرية في بر الأمان زي ما بيقولوا كده في 2024؟ المفروض نعمل ايه؟ انها تبقى ابديتنج، اتابع اللي بيحصل بره، لان ده المهم. لان انت في الاخر انت في عصر العولمه او العصر الجديد، زي ما كنا بنقعد نقول ان خلاص بقينا قريه واحده، اللي هيعجب الشباب بره هو هيعجبنا هنا في مصر. فبالتالي لو انا اتعزلت وفضلت اقدم شكل دراما نمطي وتقليدي وكذا، هيعزف عنه الجمهور. لازم اشوف بره وصلنا لايه عشان اعمل زيه بشكل كبير. انا لسه يعني متفرجه على اكتر من فيلم خليجي، يعني الصناعه الخارجيه بقت متطوره، الصناعه عندك في لبنان بتبتدي تقوم وعاملين اعمال كويسه. ليه؟ لان هم متاثرين جدا بالعالم بره بيقدموا ايه، بس بمنظورهم المحلي، قضايا محليه جدا بس بتتقدم بالفريم الغربي. فده اللي احنا بنطمح ليه، يعني ان الموضوعات تبقى ابديتنج اكتر بايه اللي بيحصل على مستوى الشارع وعلى مستوى الجمهور. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا على التحليل الوافي لدراما 2023، الناقدة الفنية دعاء حلمي، شكرا جزيلا على وجودك معانا النهاردة في التاسعة.